أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين. وفي عناوينها لليوم: الاحتلال يواصل عمليات القصف المركز على قطاع غزة، والمقاومة ترد باستهداف المستوطنات والمواقع الإسرائيلية. طائرات الاحتلال تقصف معبر رفح للمرة الثانية خلال 24 ساعة، والقاهرة تؤكد أنها تصدت لطروح إسرائيلية تسعى للتوطين أو لتوطين أهالي غزة في سيناء. هدوء حذر عند الحدود اللبنانية، وحزب الله يشيع شهداءه اليوم، وتل أبيب تعترف بمقتل نائب قائد لواء. المرشد الإيراني يؤكد أن إسرائيل تلقت هزيمة عسكرية واستخبارية لا يمكن ترميمها. مادورو يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وإقامة نظام فصل عنصري. وفي الظهيرة أيضا موجز اقتصادي مع عبد الله ظاهر. أهلا بك عبد الله. شكرا ملحم. في اقتصاد الظهيرة لليوم: الشيكل الإسرائيلي عند أدنى مستوى له منذ عام 2016، وبورصة تل أبيب تتراجع 8% خلال 3 أيام. وأخبار الرياضة في الظهيرة مع علي خليفة. مرحبا علي. مرحبا ألاء. في أخبار الرياضة في الظهيرة: نجوم رياضة حول العالم يدعمون الشعب الفلسطيني. هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية نتابعها في النشرة، ونبدأ بالملفات السياسية. في اليوم الرابع لملحمة طوفان الأقصى، واصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف المركز على قطاع غزة. القصف الإسرائيلي ملحم تركز على المناطق الشمالية الغربية للقطاع، فيما أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى وصول عدد الشهداء إلى 770 ونزوح نحو 188 ألف شخص. وللمرة الثانية قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية معبر رفح خلال 24 ساعة. مصدر مصري قال أن الضربة دمرت مدخل المعبر، وهو المكان نفسه الذي تعرض للقصف أمس، وأردف أنه تم إغلاق المعبر نتيجة ذلك. عزة الله، هاي شباب فلسطين، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر. وشيع جثمانا الصحفيين الشهيدين سعيد الطويل ومحمد صبح، اللذين استشهدا بغارة جوية أثناء تغطيتهما قصفا إسرائيليا لعمارة تضم عددا من المكاتب الصحفية غرب مدينة غزة. مصادر طبية قالت إن الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح وصحفيون آخرون استشهدا أثناء تغطيتهما إخلاء بناية حج التي هدد الاحتلال بقصفها. وأفاد شهود بأنه أثناء تغطية الحدث وعلى بعد نحو 150 مترا من مكان المبنى الذي كان من المقرر استهدافه، تمركز عدد من الصحفيين والمواطنين لمتابعة القصف والتقاط الصور، حيث تفاجأ الجميع بقصف طائرة الاحتلال التجمع. سيقوم ليرفع هذه الكاميرا ويرفع لتبقى الرسالة باقية. تواصل إسرائيل تعديها على حقوق الإنسان فتقتل المزيد من الفلسطينيين الأبرياء بمن فيهم نساء وأطفال وشيوخ، وصولا إلى حد اغتيال الصحفيين كما جرى في هذا المكان. 3 من الزملاء الصحفيين كانوا يغطون الحدث لقصف هذه البناية تعرضوا للاستهداف الإسرائيلي بشكل مباشر. تحاول إسرائيل أن تقصف كل شيء في غزة حتى شبكات الكهرباء والبنى التحتية.
بيت آمن، بيت مواطنين، يعني فيش فيه حدا، يعني لا سياسي لا مقاومة لا حدا. حسبي الله ونعم الوكيل، هاي بنقدر نحكي. يعني دمروا الدنيا هاي، طلع انت شايف الدنيا دمرهان فيها شوية كتير صحفية استشهدوا، كانوا بيصوروا بغطوا لهم استشهدوا وارتموا. رغم التدمير الإسرائيلي لكثير من الأحياء السكنية ومحاولة إسرائيل ارتكاب أكبر قدر ممكن من المجازر للضغط على المقاومة الفلسطينية، إلا أن هناك رسائل عدة يطلقها الفلسطينيون في غزة الذين يؤكدون أنهم خلف مقاومتهم التي هزمت إسرائيل منذ اللحظة الأولى لطوفان الأقصى. والله يعني مهما يعمل ومهما يسوي احنا صامدين طبعا، يعني احنا الحمد لله 73 سنة تقريبا احنا واحنا صامدين، يعني لو البلد ايش ما بده يصير فيها، لو ايش ما بده يصير، يعني احنا بالنهاية مع المقاومة قلبا وقالبا. من 73 لليوم ما حدش عمل ولا أصر العدد اللي احنا فيه اللي اخذناه واللي احنا بنعمل واللي احنا حنعمله بإذن الله، وهذا رب العالمين واقف معنا ما بيلزمش اي حدا، اللي طبع معهم كله حيرجع يوطي راسه امام العالم كله. هي صدمة كبيرة مدوية ما زالت تعاني منها اسرائيل، فتصب جام غضبها حتى على المراكز الطبية. هذا مركز اسعاف تعرض محيطه الى القصف الاسرائيلي من دون سابق انذار، وهو امر ادى الى استشهاد واصابة عدد من المسعفين وتدمير بعض سياراتهم. أكرم دلول، غزة، الميادين. فصائل المقاومة الفلسطينية واصلت بدورها قصفها المستوطنات والمواقع الإسرائيلية. كتائب القسام أعلنت قصف بئر السبع وسديرات المحتلة برشقة صاروخية، إضافة إلى قصف مواقع رعيم وياد مردخاي وزكيم وكيبوتس جفلوت، ووصل عدد القتلى الإسرائيليين إلى ما يزيد عن 900. وتنضم إلينا شبكة مراسلين، معنا من غزة مراسل الميادين أكرم دلول، ومن شمال بيت حنون مراسلة الميادين هناء محميد، ومن رام الله مراسلة الميادين نسرين سلمي، وأيضا مشاهدينا من جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الميادين علي مرتضى. أهلا بجميع الزملاء. وأبدأ مع الزميل أكرم دلول مراسل الميادين في غزة ليطلعنا على آخر التطورات لديه. أكرم، قبل قليل كان هناك محاولة لتدمير برج من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الآن كيف تبدو الأجواء؟ يعني دعنا هذه المرة نبدأ بشكل مغاير عن الاعتداءات الإسرائيلية والغارات العنيفة. الآن هناك تغريدة عاجلة للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة يقول فيها: ردا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة، فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنظر. أجدد التذكير بهذه التدوينة المهمة والتي تؤكد أن المقاومة ما زالت يدها هي العليا رغم هذا البطش والعدوان الإسرائيلي. يقول أبو عبيدة: ردا على جريمة تهجير أهلنا أو تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة، فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر يعني
من أنظر. إذن هذا تحدي واضح، تحدي كبير، يؤكد أن إسرائيل التي تهاوى جيشها في الدقائق الأولى، هذا الجيش الذي بنت تحصيناته بمليارات الشواقل والدولارات، يعني سقط سقوطا مدويا وللأبد. الآن المقاومة تؤكد أنها ما زالت هي من يتحكم بزمام المعركة. لا نعلم طبيعة التهديد، هل ستكون هناك عملية تسلل عبر الأنفاق، عبر البحر، هل سيتم إطلاق صواريخ، ما الذي يمكن أن يتم إطلاقه من مسيرات، من إمكانات تمتلكها المقاومة، لا نعلم، ولكن بالتأكيد الساعات القادمة ستكشف لنا مآلات الأمور. وبالمناسبة نحن نتحدث عن رشقات صاروخية تكثفت خلال الدقائق الأخيرة، ثلاث رشقات من أكثر من مكان في غزة، بعضها استهدف مواقع عسكرية وأخرى استهدفت مستوطنة سيدروت. والحديث يعني وفق روايات الإعلام الإسرائيلي يدور عن سقوط صاروخ على مصنع داخل سيدروت واندلاع النيران فيه. وللتنويه أن جيش الاحتلال الذي جلب بكل قواته على حدود غزة لا يمكنه أن يعني يرسل فرق إنقاذ كي تطفئ الحرائق التي نشاهد بعضها حتى اللحظة تحديدا في منطقة زيكيم، حيث قصفت المقاومة هذا المكان منذ اليوم الأول أو اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى. وبالتالي بالفعل نحن أمام مشهد بطولي كبير تجسده المقاومة الفلسطينية التي ما زالت تملك كثير من أوراق القوة للضغط على هذا الاحتلال الذي يشن حرب إبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة. بالعودة للتطورات الميدانية فيما يتعلق بالبرج السكني، حتى اللحظة لم يقصف، هناك يعني حرب أعصاب إنجاز التعبير ملحم يمارسها الاحتلال بحق الناس في بعض الأحيان، يعني وكما يجري الآن في بعض الأحيان، أقصد في الحروب يعني السابقة، يقوم الاحتلال بإبلاغ يعني هذا البرج أو ذاك يعني في ساعة معينة، ويمضي وقت طويل يعني قبل أن تأتي الطائرات لتغير على هذا المكان. الاحتلال يسعى لترويع الناس، لإخافة الناس، للضغط على المقاومة عبر هذه الطرق الالتفافية يعني، والتي تؤكد فشله. ولكن بالتأكيد أهل غزة يعني أدرى من الاحتلال بكيفية يعني تحكم المقاومة لزمام المعركة، وهم مؤمنون بعدالة قضيتهم، وبالتالي مستعدون لتقديم كل شيء. عموما يعني نحن ننتظر، نأمل ألا يتم قصف هذا البرج القريب جدا. بالمناسبة نحن يعني متأهبون كي نستلقي أرضا حينما تتم هذه الغارات على البرج القريب منا. في هذه اللحظات تم قصف منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة على رؤوس من فيه، والحديث يدور عن إصابات، وكذلك في وسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة يدور الحديث عن استهداف بيت آخر، ونحن نتحدث عن استهداف بيوت حتى في المخيمات. هذه المخيمات يعني الشارع فيها يكاد لا يصل إلى مترين على أبعد تقدير، وبالتالي لك أن تتخيل كيف يمكن أن تدخل على الأقل فرق الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني إلى بيوت يتم استهدافها يعني في ثكنة سكانية كبيرة وضيقة جدا، صغيرة المساحة، بيوتها أصلا متهاوية بعضها منذ العام 48، وحتى اللحظة يعني كما هو ما زال اللاجئ الفلسطيني يتمسك به بانتظار العودة التي يمكن أن تكون قريبة بإذن الله. وبالتالي يعني هذه الأوضاع ما زالت ساخنة إلى حد كبير. أكرم بالعودة لما قالوا، بالعودة لما قاله أبو عبيدة قبل قليل، ونقلت يعني نقلا عن هذا البيان الذي ورد قبل قليل، هل يمكننا القول ربما أننا أمام مرحلة جديدة، استهدافات في المقابل ستحصل ردا على هذه الاستهدافات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال؟ المرحلة الجديدة بدأت ملحم منذ اللحظة الأولى لبدء طوفان الأقصى، يعني العالم كله وأنت بالتأكيد وكل عربي ومسلم وحتى أمريكا التي بدأت ترسل أساطيلها، الكل تفاجأ مما جرى. فالمقاومة يعني ردعت الاحتلال وحققت يعني مرحلة جديدة وأدخلت الصراع منعطفا جديدا منذ اللحظة الأولى لتهاوي الجيش الذي قيل في يوم من الأيام أنه الجيش الذي لا يقهر. صدقني ملحم يعني كصحفي فلسطيني لي 20 عاما أعمل في المجال، حتى من أيام ما كان الاحتلال في غزة لم أستطع أن أتخيل أن تتساقط كل هذه التحصينات العسكرية الإسرائيلية في آن واحد.
لم يقاوم أي موقع عسكري إسرائيلي، كلهم وقعوا أسرى وجرحى وقتلى لدى المقاومة. وبالتالي يعني لا جديد، نحن نعلم أن المقاومة حينما ذهبت لمثل هكذا معركة يعني هي كانت تدرك أن المحتل الإسرائيلي سيبطش بدماء الأبرياء، وبالتالي أكرم هي أعدت العدة لمعركة تقول أنها ممكن أن تستمر لأشهر. أكرم شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظة، بطبيعة الحال سنبقى معك فور ورود أي جديد من قطاع غزة. تنضم إلينا الآن من شمال بيت حانون مراسلة الميادين هناء محاميد. هناء، لو تطلعينا على آخر المستجدات التي أصبحت لديك الآن. نعم ملحم، يعني في العشر دقائق الأخيرة كان هنالك صليتين أطلقتا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، المستوطنات الإسرائيلية كانت باتجاه منطقة سديروت عند الشمال الشرقي من القطاع، وقبلها كانت هناك صلية أخرى كانت قد أطلقت باتجاه مستوطنات إشكول أو المجلس الإقليمي لمجموعة من المستوطنات المسمى إشكول، وهناك كان في إصابة أو سقوط مباشر لصاروخ ومقتل شخص، ويعني على ما يبدو هو عامل أجنبي، وإصابة آخرين في هذه الصلية التي كانت موجهة باتجاه إشكول. يعني هذا معناه بأن المقاومة الفلسطينية ما زالت قادرة على إطلاق الصواريخ، وأيضا يعني صواريخ التي لها خطورة بالنسبة للمستوطنات والمستوطنين. الصلية التي أطلقت باتجاه سديروت قبل يعني نحو 10 دقائق أو ربع ساعة، وكانت قد انطلقت صافرات الإنذار هناك، انطلقت بالتزامن أيضا مع عملية إجلاء يقوم بها الجيش الإسرائيلي للمستوطنين الذين بقيوا في المستوطنة مدة 4 أيام طوال فترة يعني الاشتباكات وعمليات التسلل للمستوطنة. كانوا مطالبين خلال كل هذه الفترة الطويلة أكثر من 80 ساعة بالتزام منازلهم والبقاء في منازلهم. طيب، وكان أيضا هنالك عملية تسلل أخرى خلال الساعة الأخيرة لمستوطنة زكيم شمال القطاع. إذن يعني المقاومة الفلسطينية كتائب القسام أثبتت أن لديها القدرة الآن على إطلاق الصواريخ بشكل واضح وبشكل طبيعي بالرغم من هذه الغارات التي تشنها إسرائيل، وأيضا لديها القدرة على التسلل مرة جديدة كما ذكرت هنا. هل وردت أي ربما من ردود الأفعال حتى هذه اللحظة حول ما ذكرناه قبل قليل والذي ورد في بيان نقلا عن أبو عبيدة، هناك تحذير لسكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة 5 مساء اليوم، هل هناك ربما ردود أفعال حول هذا الموضوع حتى هذه اللحظة؟ حتى الآن لا يوجد ردود أفعال يعني حول هذا التصريح، ولكن بالطبع يعني هذه التهديدات تؤخذ بعين الجدية والاعتبار في المستوطنات الإسرائيلية وبشكل عام في المدن الإسرائيلية. يعني هنالك تعليمات عامة للمستوطنين بشكل عام بالالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، بدخول الملاجئ أو الأماكن المحصنة، باتخاذ كل سبل الحيطة عند إطلاق الصافرات، وهنالك حالة توتر وحالة استنفار عامة يعني ليس فقط على الجبهة الشمالية الجنوبية ليس فقط في تخوم وفي محيط القطاع، وإنما بشكل عام وحتى في عمق البلاد. أضيف ملحم على الخبر الذي كنت قد ذكرته قبل قليل يعني عن إصابة آخرين في الصاروخ الذي أصاب منطقة إشكول ومقتل شخص واحد. يعني الآن التحديثات تشير إلى أنه الحصيلة هي مقتل 2 وإصابة 3، يعني هنالك مقتل ل لا أدري مستوطن أو عامل أجنبي كان يعمل، يعني عمال أجانب تايلانديين في الغالب كانوا يعملون في الحقول عادة في هذه المناطق ملحم. نعم هناء، ننتقل من شمال غزة مباشرة إلى رام الله مع مراسلتنا نسرين سلمي. إذن نسرين، كان هناك استهداف من قبل قوات الاحتلال لجنازة في بيت أمر، وقد استشهد أحد الشبان المشاركين في التشييع، ماذا عن آخر المستجدات في الضفة الغربية؟
المواجهات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة في بلدة بيت أمر بعد ما قامت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص بشكل مباشر على جنازة الشهيد، مما أدى إلى ارتقاء شهيد آخر برصاصة مباشرة في الرأس. محمد عوض ارتقى شهيدا عمره 22 عاما، تم نقله إلى مدينة الخليل، لكن يعني كان أصلا مستشهدا في المكان بسبب كثافة الرصاص التي أطلقتها قوات الاحتلال، وكما قلت رخاوة اليد على الزناد. لدى إسرائيل أوامر بإطلاق الرصاص بهدف القتل لأي فلسطيني يقترب من أي حاجز عسكري أو مستوطنة قريبة من المناطق الفلسطينية. الآن المواجهات تدور في بيت أمر. في منطقة العروب أيضا هناك مواجهات، يتصدى شبان لقوات الاحتلال بالقرب من البرج العسكري هناك، وهناك إطلاق للرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان الفلسطينيين. نحن هنا بالقرب من سجن عوفر إلى الغرب من مدينة رام الله، حيث قامت قوات الاحتلال بفرض إجراءات عقابية على الأسرى في هذا المعتقل منذ ساعات الصباح. قامت بقطع الماء والكهرباء عنهم، صادرت منهم كل الأدوات الأساسية لحياتهم اليومية، من أدوات بسيطة لاستخدام أدوات المطبخ، أدوات الطعام، حرمتهم من الوجبات التي يحضرونها في العادة ويشترونها بأموالهم، بأموال الأسرى يقومون بشراء هذه الوجبات الغذائية، حرمتهم من الخروج إلى الفورة، وضعت أجهزة تشويش حتى تحرمهم من الاتصال بعائلاتهم، منعت عليهم الزيارة، وكان هناك دعوات من أجل أن يساندهم أهالي الأسرى بالوصول إلى هنا والاعتصام. طبعا عدد من العائلات، عدد بسيط، تمكن من الوصول، لكن في الحقيقة بسبب إغلاقات الطرق على المدن الفلسطينية وتقطيع أواصر المدن والقرى الفلسطينية لم يتمكن الكثير من الوصول، خصوصا أن سجن عوفر الآن يضم عدد كبير من الأسرى، وليس معظمهم من مدينة رام الله وإنما من القرى المحيطة ومن المدن الفلسطينية المختلفة، وفيه أكبر عدد أيضا من الأسرى الإداريين الذين تحضرهم إسرائيل هنا إلى حين تقديمهم للمحاكمة، إذا ما كانت ستقدمهم للمحاكمة. هذا جزء من الإجراءات العقابية التي فرضتها قوات الاحتلال على الأسرى، إجراءات عقابية انتقامية بحقهم منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى، وكأنها تريد أن تعاقب الأسرى كجزء من انتقامها من انتصارات المقاومة الفلسطينية. الأسرى الإداريين الذين أعطوا أحكام خلال الأيام الماضية أو خلال الشهرين الماضية ألغيت أحكامهم وأعيد لهم الحكم الإداري، بمعنى أنهم أصبحوا يعني عادوا للحكم الإداري مجددا، سيخضعون لستة أشهر وربما أيضا ستة أشهر مجددا بدون محاكمة. الأسرى من قطاع غزة اعتبروا معتقلين غير شرعيين، وتم نقلهم إلى أحد المعسكرات تحت إمرة جيش الاحتلال في منطقة عسقلان، وهذا القرار سيسري لعشرة أسابيع بقرار من وزير الجيش الإسرائيلي، هذا أيضا عقاب لأسرى قطاع غزة. بالإضافة إلى قضية الأسرى، هناك العمال المتواجدين في الضفة الغربية، عمال قطاع غزة الذين تم طردهم من أماكن عملهم في الداخل المحتل، وتم إرسال بعضهم إلى مناطق في منطقة جنين وفي مدينة رام الله، خصوصا أن معظم هؤلاء العمال لا عائلات لديهم هنا في الضفة الغربية، يحضرون بأنفسهم ويبيتون في أماكن عملهم، والآن هم متواجدين في رام الله وجنين في مقرات المقاطعة، منطقة المحافظة عمليا، حيث يتواجد محافظ كل مدينة، يتم إيواءهم عند مجموعات الأمن الوطني في مقاطعة جنين وفي محافظة رام الله، حتى يتم إيجاد مآوي دائمة لهم، ويتم طبعا الاعتناء بهم من قبل المسؤولين في المدن الفلسطينية المختلفة. هذا جزء أيضا من العقوبات التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، إضافة إلى تقطيع أواصر المدن الفلسطينية بشكل كامل. الآن تم إغلاق كل مداخل الخليل، بيت لحم التي لا تبعد أكثر من 15 دقيقة عن الخليل لا يتمكن سكانها من الوصول إلى مدينة الخليل، وردتنا معلومات حاليا عن وجود عائلات موجودة في بيت لحم تريد أن تعود إلى منازلها في الخليل، لا يتمكنون من الوصول بعدما قامت قوات الاحتلال بإغلاق المدخل الأخير المتبقي للمدينة ومنطقة رأس الجورة، تم وضع بوابة ومكعبات إسمنتية في المكان. من رام الله في الضفة الغربية في فلسطين المحتلة إلى جنوب لبنان مع زميل علي مرتضى. علي أهلا بك. هدوء حذر كان يسود المنطقة الحدودية منذ صباح اليوم، ما هي أبرز المشاهدات التي رصدتموها وكيف هو الوضع حاليا؟
يعني منذ ليل أمس تقريبا كان العدو الإسرائيلي منكفئا من المواقع الأمامية للحدود، ولكنه يراقب عبر طائراته المسيرة، وكذلك يراقب أيضا بكل السبل التقنية. في الصباح اشتبه بتسلل من ناحية خربة الشعيب في بلدة بليدة، وألقى أربع قذائف مدفعية، وألقى القنابل الحارقة ما أدى إلى أو القنابل المضيئة ما أدى إلى نشوب حريق تم إطفاؤه لاحقا. يمكن القول أيضا بأن بعد تشييع الشهداء الذين ارتقوا بالأمس بالقصف الإسرائيلي شهداء حزب الله، يبدو بأن الأمور ذاهبة إلى الكثير من الحذر والترقب، لا سيما بأن العدو الإسرائيلي يعني طلب عبر وسطاء أو أوصل عبر وسطاء أمريكيين إلى لبنان بأن يريد أن يبقى حزب الله خارج الصورة حتى بعد العملية. ولكن يبدو أن هذا الأمر ويستنتج منه من البيان المقاومة الإسلامية بالأمس الذي تحدث عن أن الرد هو رد أولي، يبدو من البيان يستنتج منه بأن هناك رد آخر سوف يلحق بإسرائيل، وبالتالي هناك يعني يمكن القول ترقب حذر، ولكن أيضا هناك انتظار وهناك شد أعصاب، لا سيما بأننا نتحدث اليوم بأن جبهة الجنوب اللبناني لم تعد فقط يعني ننتظر ماذا سيقرر حزب الله، كذلك الفصائل الفلسطينية تعمل هنا. بالأمس كان هناك عملية الأولى من نوعها في الجنوب اللبناني، نعم، لفصائل فلسطينية حيث قاموا بعبور السلاح. علي، عذرا على المقاطعة، ولكن اسمح لي أن أعود من جديد إلى زميلة هناء محميد. تم قصف مطار بن غوريون هناء، هذا في آخر المستجدات، وأيضا كان هناك صفارات إنذار في تل أبيب، ماذا في التفاصيل؟ نعم ألاء، بالفعل يعني كان هناك صافرات إنذار في جميع مناطق المركز في منطقة جوش، ما يسمى بمنطقة جوش دان في مدينة تل أبيب والمناطق المحيطة بها، في منطقة السهل الساحلي أيضا، وكذلك سمعت صافرات الإنذار في منطقة مطار بن غوريون، يعني أيضا من منطقة سدود أو أشدود، مدينة أشدود التي تعرف فلسطينيا سدود، حتى منطقة تل أبيب شمالا، يعني نتحدث عن رقعة واسعة، شعاع كبير عمليا من المساحة التي طالتها صافرات الإنذار نتيجة لإطلاق الصواريخ عليها قبل دقائق قليلة جدا ألاء. حتى الآن لا يوجد بعد معلومات عن سقوط هذه الصواريخ في أماكن محددة، يعني بعد دقائق ربما تتوفر لدينا معلومات أكثر، ولكن يعني ألاء من هذا الموقع الذي نتواجد فيه قبل قليل أيضا سمعنا دوي لانفجارات قوية جدا، وبعد ذلك شاهدنا تصاعد لأعمدة الدخان، أتوقع بأن هذه الأعمدة الدخانية تتصاعد من داخل قطاع غزة، يعني نحن على بعد كيلومترات قليلة من القطاع في الجهة الشمالية الشرقية تقريبا، يعني إلى حد ما من القطاع، لا أعلم أي منطقة هذه، ولكن يبدو بأنه كان هناك غارة على القطاع الشمالي من قطاع غزة قبل قليل، ويعني هناك الآن هناك يعني نعم يعني هناك انفجارات أيضا قوية سمعت في مدينة ريشون لتسيون وأيضا في مدينة حولون، هذه المدن تقع جنوبي مدينة تل أبيب، وبعد قليل قد تتوفر معلومات أكثر أدق حول سقوط صواريخ أو إذا ما كان هناك أي إصابات نتيجة لهذه الدفعة الأخيرة من الصواريخ. يعني إذا هذه الصواريخ ألا انطلقت بعد تهديد بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ باتجاه عسقلان في تمام الساعة الخامسة، وإذ بهذه الدفعة تنطلق باتجاه تل أبيب يعني إلى الشمال أكثر عمليا، كمفاجأة حقيقة، لأنه الأنظار يعني توجهت نحو الساعة الخامسة تحديدا، وأتت هذه الدفعة من الصواريخ الآن مباشرة يعني لتصل كل منطقة المركز، ويبدو بأن هنالك سقوط بالفعل لعدد من الصواريخ في عدد من المدن في منطقة المركز. بعد قليل ستتوفر لدينا معلومات أكثر ألا حول هذه الجزئية.
شكرا جزيلا لك هناء. بطبيعة الحال سنبقى معك هناء، ولكن ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى الزميل حسين السيد حسن، ومعنا من خرب السلم حيث يتم الآن تشييع الشهداء الذين سقطوا يوم أمس. حسين، لو تضعنا في صورة الأجواء الآن. نعم، نحن في انتظار بدء مراسم التشييع التي تقيمها المقاومة الإسلامية في لبنان للشهيدين حسام إبراهيم وعلي فتوني هنا في قرية خربة سلم وسط القرية حيث تقام مراسم التشييع. ننتظر الآن وصول جثماني الشهيدين، وطبعا بالتزامن تقام مراسم تشييع للشهيد علي حدرج في بلدة حنوي الجنوبية. أيضا هؤلاء الشهداء الذين كانوا سقطوا في اعتداء إسرائيلي على خراج بلدة عيد الشعب وغيرها من القرى الجنوبية، طبعا بعد عملية تبنتها سرايا المقاومة في حركة الجهاد الإسلامي على الحدود في المنطقة. وأيضا أعلن الجيش الإسرائيلي بعدها سقوط قتيل وهو ضابط إسرائيلي في الفرقة 300 المعروفة بالفرقة 300. إذن الآن نحن في انتظار بدء مراسم التشييع التي تقيمها المقاومة الإسلامية هنا في لبنان، طبعا بحضور عناصر من حزب الله وأهالي المنطقة وأيضا أهالي الشهداء هنا في خربة سلم. ننتظر وصول الجثمانين. هل من كلمات خلال النشيد؟ هل من كلمات ستكون خلال التشييع؟ من المنتظر أن تكون هناك كلمة للنائب حسن فضل الله العضو كتلة الوفاء للمقاومة في هذه المناسبة. بعد تقريبا ربع ساعة من الآن سوف ننتظر المواقف التي قد يطلقها النائب حسن فضل الله في هذا التشييع. وهناك يعني حضور ديني سياسي وشعبي واسع في هذا التشييع. الآن ننتظر وصول الجثمانين. طبعا كما ذكرنا هؤلاء الشهداء الذين الثلاثة الذين أعلنت عنهم المقاومة الإسلامية في لبنان الذين سقطوا في اعتداء إسرائيلي، وأعلن حزب الله بعدها الرد على هذا الاعتداء، الرد الأولي كما أكد حزب الله بقصف مواقع إسرائيلية في مستعمرة أفيفيم جنوب لبنان. إذن نحن في انتظار بدء هذه المراسم. نرى في هذه الصورة خلفي هنا تجمع الأهالي الذين ينتظرون وصول الجثمانين، وأيضا بحضور كشافة المهدي التابعة لحزب الله وبعض عناصر حزب الله، حضور ديني كبير وأيضا سياسي. كما قلنا ننتظر أيضا كلمة للنائب حسن فضل الله هنا في مراسم التشييع. نسمع أصوات الأناشيد أو أصوات التي تأتي من منزل أقارب الشهداء وهي في طريقها إلى هنا لإجراء المراسم لهؤلاء الشهداء الذين سقطوا في اعتداء إسرائيلي. قدرنا على المقاطعة حسين، اسمح لي أن أعود من جديد إلى غزة وآخر المستجدات معك زميل أكرم دلول. نعم، أهلا بك وبكافة المشاهدين. تردنا الآن أخبار يعني بحسب كثير من المصادر وربما تأكدنا يعني من خلال مصادرنا حول استشهاد زكريا أبو معمر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وكذلك جواد أبو شمالة وهو الآخر عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الغارات الجوية المستمرة على قطاع غزة. لا نعلم بالتحديد أين تم استهداف هذين القائدين، ولكن هذا ما نستطيع الآن أن نؤكده، وبدأ يعني يتسرب على منصات التواصل الاجتماعي. وكذلك تأكدنا من مصادر موثوقة جدا في حركة حماس أكدت لنا بأن السيد زكريا أبو معمر شهيدا، وكذلك جواد أبو شمالة نتمنى لهما الرحمة. وبالفعل هذا يؤكد أن يعني المقاومة بقادتها ما زالت تخوض المعركة وتدفع الثمن يعني كما هو
حال الشعب، فالجميع في دائرة الاستهداف الإسرائيلي سواء، ولكن هذه المرة تعلن المقاومة يعني رسميا من خلال تسريب هذه الأسماء والحديث الدائر عن هؤلاء الشهداء، ولا تخفي شيء أمام طبعا هذا العدوان الإسرائيلي المستمر. ونحن نتحدث عن انتقال الحزام الناري والقصف والغارات العنيفة هذه المرة للأماكن الشرقية الشمالية من قطاع غزة، تحديدا شرق بلدة جباليا. كنا نتحدث في اليوم الأول في بلدة بيت حانون كانت هذه الغارات العنيفة تشن، ومن ثم بالأمس في منطقة حي الرمال وسط مدينة غزة، وقبل قليل وطوال النهار في شمال قطاع غزة تحديدا منطقة السودانية، والآن في الأماكن الشرقية لمخيم وبلدة جباليا شمال قطاع غزة. إذن نشكر أكرم دلول هنا محمد نسرين سلمي علي مرتضى حسين السيد، وبالطبع نعود إليهم حال ورود أي جديد. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد أن ملف الأسرى لن يفتح قبل نهاية المعركة، ولن يكون إلا بثمن تقبله المقاومة. وهنية أعلن في بيان له إبلاغ كل الجهات التي تواصلت مع الحركة بشأن أسرى العدو لدى المقاومة، وكما لفت إلى أن معركة طوفان الأقصى هي فلسطينية القرار والتنفيذ، وهذا لا يقلل من القناعة بوجوب الدخول فيها من كل أبناء الأمة وفي مقدمتها قوى المقاومة. هنية شدد على أن الشعب الفلسطيني في غزة يفشل مخططات العدو في الفصل بين الشعب ومقاومته الباسلة. حركة حماس أعلنت النفير العام يوم الجمعة المقبل بعنوان جمعة طوفان الأقصى نصرة للقدس والأقصى وغزة المجاهدة. ودعت في بيان لها الشباب الثائرة في الضفة الغربية والقدس إلى الخروج في حشود ومهاجمة قوات الاحتلال والمستوطنين والاشتباك معهم في كل مكان، تأكيدا على وحدة المصير والمسار. كما وجهت دعوة إلى أهالي الداخل المحتل للنفير والاحتشاد مع الأقصى ومنع المستوطنين من اقتحامه. حماس دعت الجماهير العربية والإسلامية وفلسطيني الشتات إلى الزحف نحو حدود فلسطين في حشود ضخمة للإعلان فيها التضامن مع فلسطين والقدس والأقصى. كما دعت الحركة أحرار العالم إلى النفير والتضامن نصرة للقضية الفلسطينية. في مصر كشفت مصادر أمنية رفيعة أن الاحتلال سعى إلى تزكية السعي لتوطين أهالي غزة في سيناء. وخلال تصريحات للقاهرة الإخبارية قالت المصادر أن هذه الطروح تصدت لها مصر وستتصدى لها، كما أن الإجماع الشعبي الفلسطيني رفضها. وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه وأرضه، وأن القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها. وأكدت المصادر وجود مخطط لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها. قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي أكد أن الكيان المحتل تلقى هزيمة عسكرية واستخبارية لا يمكن ترميمها. وفي كلمة له خلال حفل تخرج لطلبة جامعات ضباط القوات المسلحة في طهران، وصف خامنئي عملية طوفان الأقصى بالزلزال المدمر الذي هدم بعض البنى الرئيسة لحاكمية الكيان. ما حدث من 7 من تشرين الأول إلى اليوم هو هزيمة عسكرية واستخبارية للكيان الصهيوني لا يمكن ترميمها. الجميع قال إنها هزيمة، ولكنني أؤكد فكرة أنها ضربة لا يمكن ترميمها. هذا الزلزال المدمر تمكن من هدم بعض البنى الرئيسة لسلطة الكيان الصهيوني، وإعادة بناء هذه البنى لن يكون بهذه السهولة. المرشد خامنئي أكد أن عملية طوفان الأقصى قام بها الفلسطينيون، ومن يقل غير ذلك مخطئ ومستهتر بالشعب الفلسطيني.
داعمو الكيان الصهيوني وبعض من عناصره قالوا ويقولون ترهات هذه الأيام، ومنها أن الجمهورية الإسلامية تقف خلف هذه العملية، لكنهم مخطئون. نحن بالطبع ندافع عن فلسطين وندافع عن النضال ونقبل جباه المخططين ذوي التدبير الأذكياء والشباب الفلسطينيين وأيديهم ونفتخر بهم، لكن كل من يقول إن ما قام به الفلسطينيون منشأه غير فلسطيني فهو لا يعرف الشعب الفلسطيني واستهتر به، وخطأهم يكمن هنا. بالطبع على الجميع دعم فلسطين، لكن هذا الفعل هو فعل الفلسطينيين الشباب الشجعان المضحون، هم من صنعوا هذه الملحمة والتي ستكون خطوة كبيرة لإنقاذ فلسطين. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعا إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، قال عبد اللهيان إن طهران مستعدة لاستضافة الاجتماع بشأن الجرائم الصهيونية في غزة وضرورة تعزيز مساعي الدول الإسلامية لتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني. الأمم المتحدة شددت على أن الحصار الكامل على قطاع غزة الذي أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي محظور بموجب القانون الدولي الإنساني. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك أكد ضرورة احترام كرامة الناس وحياتهم، ودعا جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، مشبها الوضع ببرميل بارود متفجر. زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر حث كل الدول العربية والإسلامية على السعي الحثيث لإيصال الماء والغذاء إلى غزة. الصدر أشار إلى أن الغرب يدعم أوكرانيا بذريعة أنها مظلومة، ولا يدعم الثوار الفلسطينيين الذين يطالبون بحماية أرضهم. فإن كبير الشر كبيرة الشر أمريكا وذيولها كفرنسا قامعة الثوار وألمانيا الذين يدعون للفاحشة قد عودونا على الظلم والاستكبار وانتهاك الحرمات وتحدي السماء، فهي في قمة الازدواجية السياسية بدعمهم أوكرانيا بحجة أنها مظلومة، ودعم بعض الإرهابيين في سوريا دون الثوار بنفس الحجة، ولا يدعمون ثوارا يطالبون بأرضهم وحماية مقدساتهم وبعدم تجريف بيوتهم من قبل مرتزقة الكيان الصهيوني. من حذر الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري الولايات المتحدة من التدخل في فلسطين، وإلا سيتدخل العراقيون لاستهدافها. وأكد لا في كلمة له خلال ملتقى العشائر العراقية أن دعم القضية الفلسطينية واجب على العراقيين. يجب علينا أن نقف بكل قوة مع الشعب الفلسطيني، أن ندعم القضية الفلسطينية، وأتمنى أن يكون هناك مظاهرات حافلة عاجلة في كل المحافظات لدعم القضية الفلسطينية والوقوف مع الشعب الفلسطيني. روايتهم الإسرائيليين يعتقدون أن أرايات التحرير ستنطلق من العراق، وموقفنا واضح وعلى الأمريكان أنها موجودة. إذا تدخلوا نتدخل بكل وضوح. إذا تدخل الأمريكا علنا في هذا المعنى كل الأهداف التي نعتبرها حلال نستهدفها ولا نتردد من استهدافها.